12 الظهر، وصلنا ساعتين والحرارة تقريبا هلأ 45 بالشمس، أكتر شوي صغيرة. كان في صعوبات، كان في مشاكل شوي، بس كلهم حليناهم. هلأ لقينا شجرة هون، رح نوقف شوي بخيالها وبركي نجرب ناكل. بهالحرارة هيدي صعب واحد ياكل أي شيء، ممكن واحد يشرب بس صعب كتير واحد ياكل، بس لازم نجبر حالنا ناكل. نهار نهارين ثلاثة مش مشكلة، بس إذا طولنا هيك صفى عم نخسر كتير تقل كل يوم، وبالأخير ما بعد فينا أبدا حيل.